مالكيش دعوه يا ماما، انا هنزل يعني هنزل. ايه حسن بتزعق كده ليه؟ ايه يا ميدو كويس انك جيت، تعالى شوف نقط تصرفاتها. قافل باب المفتاح مش عايزه تنزلني وتقولي الكلب واقف لك على السلم. بتستخباني، ما تعرفش ان انا عارف انها بتعمل كده عشان ما نزلش على السلم ووسخه بعد ما صحته. معلش هي طنط كده دايما بتعمل نفسها فرحه عادي يعني، لو مسحت السلم كانت ممكن تحط لك كرتونه. هي بتعمل كده عشان ما تنزلش وتطلب منها المصروف. بس عادي ما تزعلش. مصروف ايه ميدو بتتكلم عنه؟ انا هنزل يعني هنزل، ما الناس كلها في الشارع دي فاكره ان انا هنزل الشارع عشان اقعد على القهوه واشيش. لو كنت فاكر ان انا هنزل الشارع عشان اشيش تبقى غلطانه. انا نازل اتفرج على ماتش ليفربول محمد صلاح. يا ابني كفايه بقى حرام عليك، هو انت عايز تنزل الشارع عشان تجيب لنا الفيروس وتموت وتموتني معاك؟ فيروس ايه اللي بتتكلمي عنه؟ شويه برد ايه يعني زكام وهيروح لحاله؟ لا مش زكام، انت ممكن يجي لك اسهال. يا ابني اقطص في كمك عشان خاطر امك. هو ليه ما حدش قال يرحمكم الله؟ انت مش ليه ميدو حرك الله؟ سيب ميدو في حاله، ميدو مش هيرد عليك اصلا. او النبات انت عشان هو مصدعني من الصبح. مش هيرد عليا ليه؟ عشان ميدو كان بيكلمك فيديو كل من بيتهم والباقه خلصت. وقعد في بيته ليه؟ عشان الساعه بقت 7 وحظر التجوال ابتدى. طب اسكت يا ماما. يا ابني هو انت لسه مش قادر تصدق ان في حظر تجوال؟ امال هما قافلين القهاوي ليه؟ اسكت يا ماما. يا ابني الحنفيه بايظه وانت مش عارف تجيب لنا سباك يا منكوش. يا ابني ده انت كرسي بندل قدامك قد كده. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. مش هسكت. اسكتي. طب تعالى معايا وانا اوريك. نقطه بشيمين. اتفضل قول بهوايا. قول. بهوايا. في قاعده معايا. اهم كل المواكيس اللي بيردوا عليك دول قاعدين زيك في البيت عشان حظر التجوال. طب اسكتي طيب. يا ابني انت لسه مش مصدق؟ طب بص انا هوريك. شوف انت مسجل ايه عشان حظر التجوال؟ اصبر بس عشان ايه؟ بيقولوا ان الموبايلات بتعمل فيروس. اتفضل. بكلمك مش بترد. مشغول. طب ما تقول. انا هو بقول. لا انت اتغيرت. ما بقتش تحبني بعتلك على الواتساب. ما شفتهاش. لا يا شيخ. والله وهدب ليه؟ برضه يا ابني مش مصدق ان في حظر تجوال؟ لا. لا يا ابني. خلاص يا ماما خلاص. اسكتي 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 اسكتي. طبعا كلنا زهقنا من قعده البيت ونفسنا نخلص من قصه الكورونا دي ونرجع حياتنا بشكل طبيعي خالص. ما فاضلش غير حبه قليلين جدا ونخلص من القصه دي كلها. في الفيديو ده حبينا ان احنا نهزر معاكم وندي رساله بشكل لطيف. وخليك في بيتك واسفين على ازعاجك.